يطمن ثلاث مفاتيح لتفريج الكروب والهموم من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تطمئن تماما، عايزك تعيش وانت في حالة طمأنينة كبيرة مع الله طول ما انت بتعمل الثلاث مفاتيح دول اللي جايين من القرآن ومن سنة النبي لتهدئة القلوب وتفريج الهموم وإزالة الهموم بنصوص قرآنية ونبوية صريحة وواضحة. واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ليه؟ لأن أجمل ما في الجنة راحة البال. فأنت لما بتقولها كتير كأنك بتاخد حتة من الجنة، لأن بينزل على قلبك سكينة عجيبة. جرب وحتشوف. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء لمئة داء، أدناهم الهم. بس من المية بقيتهم ايه؟ اقل حاجة فيهم الهم. ده كنز من الكنوز. يقول العلماء: لا حول ولا قوة الا بالله تفتح مغاليق الامور، ولا نعرف شيء يفتح الشيء المغلق مثل لا حول ولا قوة الا بالله. كتر منها. انا ما اقدرش يعدي علي يوم من غير 100 مرة لا حول ولا قوة الا بالله، وتحسها انا ماليش غيرك، لا فاعل في الكون الا انت، لا يكون في ملك الله الا ما يريد الله. ده معنى لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش عايزك بس تقولها، لازم تحسها وانت بتقولها عشان يزول الهم والغم، هو مش مجرد كلام. 2، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، في هم وكرب أكتر من كده. فلما قالها فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. بس مش هو لوحده: وكذلك ننجي المؤمنين، كل المؤمنين. عايز ايه وعد رباني اكتر من كده؟ قولها وكتر منها. التالتة والاخيرة: حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اخر آية في سورة التوبة كان النبي يكثر منها ويقول قولوها 7 كل يوم. من قال حين يصبح 7 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله همه في ذلك اليوم. ومن قالها حين يمسي كفاه الله همه في هذه الليلة. عايز ايه احلى من كده في دنا؟ ازاي ما تطمئنش؟ احفظ التلاتة وقول التلاتة. انا ما اعرفش ابدأ مشوار في حياتي او اصحى الصبح او اسافر سفر او اروح اعمل برنامج او اروح اعمل كذا الا لما اقول 7 مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت، عليه توكلت بكل احساسك وبكل صدقك وهو رب العرش العظيم. لا اله الا انت سبحانك بكل احساسك وبكل صدقك وبكل اعترافك إني كنت من الظالمين. حافظ على الثلاثة دول، اكتب الثلاثة دول، انشرهم بين كل اللي حواليك. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب وأسعدنا ورقق حالنا. اللهم اجعلنا نعيش بذكرك فتكفينا همومنا. آمين آمين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.